جنود مجهولون كانوا وما زالوا حراس العلم والمعرفة على مر التاريخ. على هذه المقاعد الدراسية راحت جهود تثمر لتحجز مكاناً على قائمة التفوق والإبداع بفضل جهود كافحت وناضلت لتبقى مسيرة العلم مستمرة باقية رغم كل الظروف التي تعيشها سوريا اليوم. طلاب سوريا في الجامعات والمعاهد عبروا عن تقديرهم وامتنانهم لمسيرة من العطاء حفرت في ذاكرة التاريخ. أول شيء منقولن يعاد عليكم، كل عام بخير، وهن قدمونا كتير والله نحن ما كنا هون. عيد المعلم لأنه هو المربي الأجيال، هو الوحيد اللي ممكن يغير ثقافة نحن أخذناها عن آباء أجدادنا. ممكن تكون هاي الثقافة صارت جزء من الماضي، فهي وظيفة المعلم لحتى يكون هو عم بيربي أجيال بشكل حديث. من علمني حرفا كنت لها عبدا، بتكفي هالجملة. يعني نحن من وقت ما كنا صغار بيعلمونا هيك شيء وهن ربونا، وما لازم ننسى لهم هالفضل ابدا. يعني احنا بالنسبه للمعلم طبعا يعني هو له دور اساسي بالمجتمع، يعني هو الاساس لحتى بنشأة الجيل الجديد، فاكيد مسؤوليته كبيره، ونحن من كل يعني الاحترام لإلهم كلهم، وبنتشكرهم يعني على مجهودهم وتعبهم يعني معنا. كل عام وبخير، ويعني لولا ما كنا وصلنا لهالمرحله بعد ما تعب معنا كثير بالمدرسه. يعني والله بنقول للمعلم وللدكتور بشكل عام كمان انه ان شاء الله كل عام هم بخير، وإن شاء الله كل سنة بخير طبعاً، ونحن يعني لولاهم ما بنسوى شيء وما تعلمنا وصلنا لهالمواصيل لهم. إيه كل عام أنت بخير ولمزيد من العطاء. كل عام هنهم بخير وهنهم كتير قدمونا، يعني أنه نحن فضلاً وصلنا لهون. بنشكر كل معلم وهي جهودهم، يعني فضل جهودهم عم يصير هلا وعم ينبنى هذا الجيل، وبنتمنى تضلوا على هاي الهمة اللي هنهم فيها. يعني الله يخلينا إياهم. وليس العلم إلا ما كنا نبتغي، شرف في الدنيا وجنان في الآخرة، ولولا فضل المعلم ما كنا سوى جهال قوم كالوحوش الجائرة. فسلام على كل من علم وعلم، فيزرع بعلمه بذور نشأ مثمرة. كل عام والمعلم منارة تهتدي بها القلوب. معلمو سوريا أعلنوا عيدهم كما ينبغي لهم أن يكون، أعلنوا عن مسيرة عمل دؤوب لم ولن تنضب مهما مرت السنين. كل عام ومعلمو سوريا بألف خير.